ذكر جاء فيه عن جهل شفاء وهو نور من منار يملأ القلب ضياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات والأبناء الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نتناول فيه أسئلة مختلفة ومتعددة جاءت إلينا عن طريق مواقعنا على شبكة المعلومات العالمية وشبكات التواصل. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة، فأهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله، وأحيي الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب. آمين. فضيلة الشيخ، الناس يقرؤون القرآن الكريم وينظرون ما فيه من الإعجاز وينظرون ما فيه من القدرة الإلهية في كل شيء، ويسألون بين الحين والآخر عن مجموعة من التساؤلات التي تثور في أذهانهم. الأخ ياسين يقول: لماذا تتكرر قصة سيدنا موسى عليه السلام في أكثر من سورة بينما قصة سيدنا يوسف عليه السلام في سورة واحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فالجواب أننا نجد في كتاب الله عز وجل تنوعا في الأساليب، ذلك أن هذا الكتاب العزيز الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليبلغه للناس كافة، الذي هو معجزته الخالدة الباقية، هو كتاب هداية ورحمة، ومقتضى هذه الهداية أن تتنوع أساليبها وأن تتعدد طرقها. ولذلك فإننا نجد أن القصص في القرآن الكريم تأتي على صور شتى، فمنها ما يأتي في سياقات عديدة متنوعة، ويذكر جانب من القصة يناسب مقام الأحكام والعبر والعظات اللائقة بذلك السياق. نعم. ويذكر وجه آخر من نفس القصة في سياق آخر يناسب أيضا الأحكام التي يراد إيصالها والعبر والعظات من ذلك السياق. نعم. كما نجد أيضا كما يشير السائل إلى أن بعض القصص تأتي لحمة واحدة في سورة واحدة، كما هي قصة يوسف عليه السلام، كما هي قصة يوسف عليه السلام. نعم. فهي في سورة واحدة، نعم وجدت إشارات في مواضع أخرى، إلا أن القصة بكل أحداثها ومواقفها منذ طفولة يوسف عليه السلام وإلى أن مكن الله تعالى له في الأرض نجدها في سياق واحد. نعم. هذا من التنويع في القرآن الكريم، ومن مراعاة المخاطبين في أنهم يجدوا بغيتهم في كل جزء من هذا الكتاب العزيز، هذا من الحكم فيه. نعم. إذ لو كانت كل قصص القرآن الكريم على نمط قصة يوسف عليه السلام، فإن الذي يقرأ جزءا منه سيفقد ما يمكنه من التعرف على وجوه هذه القصص وعلى القصص الأخرى وعلى سير الأنبياء والمرسلين الآخرين. نعم. بينما هو الآن حينما يقرأ شيئا من القرآن فإنه يجد هذه الوجوه فيها، وهذا يدعوه إلى أن يقرأ المزيد وأن يتعرف على ما في كتاب الله عز وجل. نعم. كذلك من الحكم التي يمكن أن تفهم من التنويع في هذا، في تنويع هذه الأساليب، هو مناسبة ما يذكر من القصة للسياق، بمعنى أنه إذا كان هناك التنويع يراد منه أن يكون ذكر القصة مناسبا لعموم السياق، فإن ذكر القصة لهذا السياق أو في هذا السياق هو داع إلى أن يتأمل التالي القارئ لكتاب الله عز وجل للحكم في تلك القصة مما يناسب ذلك السياق. فهناك مناسبة القصة للسياق، وهناك استلهام الحكم
والأحكام من القصة من واقع السياق الذي جاءت فيه. كذلك أيضا نجد أن هذا التنويع قد يكون مبعثه، وهذا موجود في كتاب الله عز وجل، أن يقترن بذكر أحداث من أشخاص أو من أماكن أو من خلاء من عبر وعظات، فبحسب هذه المواقف من الأشخاص أو من الأماكن أو من الأحداث يأتي ذكر وجه هذه القصة. من الحكم أيضا التي يعني يمكن أن يختم بها مما تسمح به القريحة في هذا السياق هو الغرض من ذكر هذه القصة. فيكون الغرض على سبيل المثال تثبيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتثبيته لموقف مشابه، فيؤتى له بطرف من سيرة نبي قبله أو رسول من رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام بما يناسب مراد الله تبارك وتعالى في تثبيت فؤاد نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي بيان ما تعرض له الأنبياء والمرسلون من مواقف من أقوامهم قبله عليه الصلاة والسلام، أو في مقارنة صورة من كذبوا بالأنبياء والمرسلين بأولئك الذين يكذبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الوجوه هي التي أو هذه الحكم هي الوجوه التي نفهم من خلالها هذا التنويع في القصص في القرآن الكريم، والله تعالى أعلم. طيب فضيلة الشيخ، هل يمكن أن يسمح الإنسان لنفسه ليقول بأن انتشار قصة موسى عليه السلام في كثير من سور القرآن الكريم يدل على أن مواقف بني إسرائيل واليهود بالذات ستكون خطيرة مع الأمة الإسلامية على مدى قرون متطاولة، وقد حصلوا الآن من خلال هذه القصص على قدر قد يتكرر معهم عبر الزمان؟ هذا يعني مما صرح به أهل العلم، هو داخل في الحكم الإجمالية التي تقدم ذكرها. نعم جميل. طيب فضيلة الشيخ، بما أننا بدأنا بالقرآن الكريم وتبركنا بذكر ما فيه من الحكم، ندخل الآن في زكاة الفطر، نظرا لأن الناس في هذا الوقت ينشطون في إعدادها. رمضان شهر قاطع الإنسان فيه اللذائذ المختلفة وقصر نفسه على عبادات متنوعة، ما الحكمة أن يختم هذا الجانب المعنوي كله بجانب حسي وهو إخراج عينة من المال للفقراء؟ ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدقة الفطر أنه قال: طهرة للصائم وطعمة للمساكين. فهناك ملحظان، الملحظ الأول يتعلق بالصائم نفسه، وهو أن هذه الصدقة مع كونها صاعا أيضا كما نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سن رسول الله أو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، إلا أن هذا المقدار اليسير يخلص هذا الصائم مما عسى أن يكون قد غفل عنه أو سهى أو لم ينتبه له من اللمم في شأن صيامه، فإنها تطهره، والصوم كله تطهير ووقاية. فتأتي هذه الصدقة لكي تكمل هذا المعنى لهذا الصائم، فتخلصه من بعض هذه الشوائب، وتسمو بنفسه لأن فيها تأكيدا على جود هذا الصائم وسماحة نفسه وعلى امتثاله لأمر الله تبارك وتعالى، فيها تأكيد لمعنى العبودية. والمعنى الآخر أو الجانب الآخر مما يتعلق بالفقراء والمساكين، فهذا الصائم وقد ذاق مسغبة الجوع وذاق ألم الصيام، فإن من تجليات مدرسة الصيام أن يستشعر مشاعر المحرومين في المجتمع، أن يتولد عنده عطف وحنو على الفقراء والمساكين في المجتمع، لأنه أدرك ما يعانونه طيلة العام، ولذلك فإنه يبادر إلى جعل هذه العظة موضع التنفيذ، موضع العمل، بإغناء الفقراء والمساكين يوم العيد بهذه الطعمة كما في الحديث الصحيح بأن تكون طعمة للفقراء والمساكين، فإنه يبادر إلى أن يكون مترجما للدرس الذي استفاده من صيامه ليكون بإذن الله تعالى فاتحة خير. فلا يقلل من صدقة مهما قل شأنها، ولا ينسى حاجة إخوانه الفقراء والمساكين، ولا ينسى
حاجات مجتمعي عليه أن يتفقد وأن يذهب وأن يبحث. نعم. ويظل أيضا منتجا، لأنها من طعام، والأصل أن يكون منتجا، أن يكون قادرا على دفع هذا الطعام إلى الفقراء والمساكين. نعم. كل هذه المعاني قطعا تضيف إلى نفس الصائم تجليات إيمانية واضحة، وتحقق له ما استفاده من مدرسة الصيام، وتبلغه حقيقة تقوى الله تبارك وتعالى. نعم. نحن في هذه الحلقة لعلنا فضيلة الشيخ سنقوم بقفزات متعددة، نظرا لأننا سنتحدث عن زكاة الفطر، عن العيد، عن ما بعد العيد. نعم. أيضا، ولذلك لكن ما يهمنا في هذا الموضوع الآن، كنا قد وجهنا سؤالا لسماحة الشيخ في حلقة الماضية فيما يتعلق بإخراج النقد، أريد أن أقدم طرحا في هذا الموضوع. والشيخ قال إذا كان يعني الفقير محتاج لذلك، نعم، الناس تحتاج إلى خطوة أخرى ربما تصريحا أكثر في هذا الموضوع. الآن الفقراء كثير، يعني ربما يعني كثيرون أيضا في مجتمعات متعددة، لكن في مجتمعات أخرى ربما قد تكون أعدادهم محدودة. نعم. هذا الفقير يحتاج إلى النقد الآن في هذا العصر أكثر، لأنه إذا سجل اسمه في قائمة الإخوة الذين يقومون بجمع الزكوات فإنه يتمكن خلال الشهر من تفصيل ملابس لأبنائه، ويجعل ذلك أجلا إلى أن يحصل على هذه الزكاة، لأنه مسجل اسمه. والآن الشباب يقومون ولله الحمد بجمع الزكوات. نعم. هل يمكن أن تكون هذه خطوة في اعتماد النقد الآن نظرا لحاجة الناس إلى هذا النوع من الزكوات؟ لا، الأصل أن يكون هناك تقيد بما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد دلت السنة على أن تكون صدقة الفطر طعاما. نعم. لكن الذي يحصل أن الناس يخطئون، فتجد أنهم جميعا يخرجون من نفس النوع من الطعام. نعم. وهذا خطأ، فإن كل مقتات مدخر يصلح أن يكون من غالب قوت أهل البلد، يصلح أن يكون مما يعطى في صدقة الفطر. نعم. على سبيل المثال التمر، وقد دلت عليه السنة تصريحا نصا. نعم. التمر، البر، وما أكثر احتياج الناس أيضا إلى البر. نعم. كثير من الناس أيضا يقول يعني حب الهريس، ما نعرفه نحن بحب. نعم. الهريس أو القمح. نعم. هذه أنواع تضاف إلى يعني الأرز الذي يخرجه الناس في الغالب في العادة. نعم. والذي يتكدس عند المستحقين، فلو أنهم نوعوا عليهم لا كان في ذلك خير بإذن الله تعالى. نعم. لكن تجد أنهم مباشرة يريدون أن يقفزوا إلى إخراج النقد. نعم. كما تقدم في جواب سماحة الشيخ العلامة حفظه الله تعالى بأنه إن لم يوجد من الفقراء من يقبل النقد. نعم. فحينئذ من يقبل الطعام، فحينئذ نعم يمكن أن يلجأ إلى إخراج النقد. نعم. لكننا نجد في المقابل بأن كثيرا من المزكين أيضا في زكوات أموالهم التي الأصل أن يخرجوها من جنس المال فيخرجوها نقدا. نعم. تجد أنهم يأتون ويقولون لا، هذه الأسرة الفقيرة أو هذا الفقير لا يحسن تدبير هذا المال، وسنشتري له نحن. نعم. الطعام والمستلزمات الأساسية التي يحتاج إليها. نعم. وهذا يعني فيه من المخالفة ما لا يخفى. نعم. تجد أنهم في زكوات الأموال يريدون أن يخرجوا طعاما وأدوات. نعم. وفي صدقة الفطر التي يفترض أن تخرج طعاما تجد أنهم يريدون أن يخرجونها نقدا. نعم. فلا ينبغي التوسع إلا تحت هذه الظروف. حتى من رخص من العلماء. نعم. يعني باستثناء الأحناف الذين توسعوا، الإمام أبو حنيفة توسع بداية، لكنهم لاحظوا هذا الملحظ أيضا. نعم. ونفس الرواية لما تأتي وتقول طعمة للمساكين. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. نعم. فإن السؤال الأصل فيه عما يسد رمقهم من. نعم. طعام ومن ما يحتاجون إليه. نعم. هم وعيالهم. ومع ذلك فإنه إذا ما وصل الحال مع تنويع الطعام الذي يدفع إلى الفقراء والمساكين بالأصناف التي ذكرتها التي يعرفها الناس. نعم. لكن يعني كانت مصلحة الفقراء راجحة، أو بعض الفقراء راجحة. نعم. لوجود هذه الأطعمة لديهم مع احتياجهم إلى أن تكون هذه يعني أن تكون في أيديهم ما يؤدون به ما يحتاجون إلى إدخال السرور والفرح من مستلزمات الحياة. نعم. من ملابس وغيرها لأطفالهم. نعم. فنعم يمكن أن ينظر في مثل هذه الحالات استقلالا،
لكنها استثناء من الأصل، ليست هي الأصل الذي يعني يمكن أن يلجأ إليه الناس بداية. جميل. طيب فضل الشيخ، مجموعات المتطوعين الآن يقومون بجمع النقد وجمع أيضا الطعام من الأرز والطحين وغيره، هل وتتكدس عندهم أموال كثيرة نقدية وتتكدس عندهم أطعمة كثيرة، هل يمكن أن يعني يجعلوا طعاما مع نقد عندما يوزعون مثلا هذه الزكوات؟ لا مانع تحت يعني ما تقدم أيضا من ضوابط، وهذه تراعى فيها أيضا يعني أحوال مجتمعات، قد توجد من المجتمعات ما هي يعني فعلا أحوج إلى النقد، ومجتمعات تكون أكثر احتياجا إلى الطعام. جميل. فالأصل التقيد والأصل الالتزام، لكن هذه الحالات يعني ينظر فيها تتسع لها مقاصد الشريعة. نعم جميل. طيب فضل الشيخ، الآن ندخل إلى موضوع العيد. نعم. العيد جاء بعد هذا الشهر المبارك، وفيه ما فيه من العبادة التي قدمها الإنسان لله سبحانه وتعالى. ماذا يعني العيد من الناحية الإيمانية والاجتماعية بالنسبة للصائم؟ أما إيمانيا فإن دلالة العيد تمام العبودية لله تبارك وتعالى. نعم. فقبل يوم العيد كان الصوم واجبا، ومن ترك الصوم دون عذر شرعي مقبول فإنه يأثم وتترتب عليه التزامات من قضاء وتوبة وكفارة. نعم. ثم بعد ليلة العيد أي في صبيحة يوم العيد يكون الصوم ممنوعا، وكل ذلك إنما هو تعبد لله تبارك وتعالى وحده. نعم. هو الذي أمر بالصيام وهو الذي نهى عن الصيام، فهذا المعنى الإيماني لا بد من أن ينتبه له الصائم، لا بد أن ينتبه له المسلم. نعم. وانتباهته لهذا المعنى إنما تكمن في أنه يمتثل أمر الله تبارك وتعالى ويسلم له تسليما، ويحمل نفسه على الطاعة، يحمل نفسه على أن يكون موجودا حيث أمره الله تبارك وتعالى، مفقودا حيث نهاه ربه جل وعلا. من المعاني الإيمانية أيضا للعيد أن استبشار المسلم دائما ما يكون بطاعة الله عز وجل. وكأن غاية منية هذا المسلم أن يحوز رضا ربه جل وعلا، ولذلك فإنه إذا ما أتم عبادة مع خوفه من تقصيره منها إلا أنه يرجو أن يكون ممن تقبلهم الله تبارك وتعالى، ولذلك فإنه يستبشر بطاعته هذه وبعبادته هذه، والله عز وجل يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني هذا الصائم الذي يبتهج يوم العيد يبتهج بماذا؟ هو يبتهج وقد خرج من فريضة هو فيها ممسك عن مباحات، عن طعام وشراب وجماع خلال النهار، وفي الليل يستعين بما يستطيع من القيام والتهجد لله تبارك وتعالى وتلاوة القرآن الكريم والضراعة، فليس هناك شيء من الماديات التي تجعله يحتفل ويبتهج، لكنه يبتهج بهذا المعنى الإيماني، ولذلك فإنه يشكر نعمة الله عز وجل عليه، ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذا معنى إيماني آخر وهو توقير الله عز وجل. هذا التكبير هو ليس مجرد تكبير باللسان. نعم. وإنما هو تكبير في القلب، هو تعظيم لله عز وجل في القلوب. نعم. تعظيم له جل وعلا ولحدوده وشرائعه ولما افترضه ولهيبته وجلاله سبحانه وتعالى. نعم. هو مزيد من الحب له سبحانه ومزيد من الخوف والشفقة منه. نعم. هكذا يبتهج المؤمن يوم العيد ويتذكر هذه المعاني الإيمانية. أما اجتماعيا فمعانيه واضحة. نعم. لأنها تحقق معنى تعاطف المؤمنين ومعنى جسدية هذه الأمة، لما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ترى المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فإن هذا المعنى يتجلى أكثر ما يتجلى في أمثال هذه المواسم. نعم. في مواسم الطاعة وفي أعياد المسلمين، لأن المسلمين يستلون من نفوسهم العداوات والأحقاد والضغائن،
ويقبلون على بعضهم البعض ببشاشة وطلاقة وجه ومحبة وألفة وتعاطف، يزيلون ما يمكن أن يكون قد غشي علاقاتهم من فتور أو عداوة أو شيء من الشحناء، يزيلونه ويتصالحون على الخير، يهنئون أنفسهم ويهنئون بعضهم البعض بما أكرمهم الله تعالى به، يتذكرون انقضاء الأيام والليالي، وأن كل ما في هذه الحياة الدنيا من حطام إنما هو حطام زائل، وأن الذي ينبغي أن يحرصوا عليه إنما هو طاعة الله عز وجل، وأن الذي يحقق لهم العزة والكرامة إنما هو امتثالهم لأمر الله جل وعلا. هذه المعاني الاجتماعية هي التي تورث المسلمين، تورث مجتمعات المسلمين القوة والعزة والمنعة، إن فهموها وأتقنوها. وهذا يقودنا إلى أن نتذكر واقعنا وأن نؤكد على هذا المعنى، أنه إن لم تكن أعيادنا فرصة لمراجعة أنفسنا ولتذكر أن هيبتنا كأمة لا تتحقق إلا برص صفوفنا وجمع كلمتنا ورأب صدعنا، فإنه لا يمكن أن يتحقق لنا ذلك إن لم ننتبه، إن لم نستجلي هذه المعاني والدروس والعبر والعظات من أمثال هذه المناسبات والشعائر التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها. طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة للأطفال هناك سؤال يتعلق بقضية الفرحة في العيد. الأطفال يعني قبيل العيد أو ربما قبل يوم أو يومين من العيد تنشط فيهم حركة دؤوبة وفرحة كبيرة تمنعهم من النوم في بعض الأحيان. عندما ينبلغ صباح العيد، ما السنن الثابتة التي تحتفظ لهؤلاء الأطفال بالفرحة؟ أولا، هو مما ينبغي لعموم المسلمين رجالا وصغارا أن يهيئوا أنفسهم ليوم العيد بعد هذه التهيئة النفسية المعنوية. أيضا ينبغي أن يخرجوا وهم في ما يستطيعون من طيب وزينة وحسن ملبس وحسن هيئة وسمت ويعني وقار، مع تكبيرهم لله عز وجل حينما يغدون إلى مصلياتهم. أيضا لا مانع من أن تعزز هذه الفرحة مع للأطفال أو عند الأطفال، وأن يكونوا أن يشركوا في هذه البهجة وفي هذه الفرحة، بل هذا هو المقصود. لأن من معاني العيد أن يدخل الرجل على أهل بيته الفرحة والبشرة والسرور، وأولى أهل بيته الأطفال. فلا بهجة بدونهم، فليدخل السرور إلى قلوبهم وليعودهم على أخلاق هذا الدين وآدابه، وعلى مشاركة الفقراء والمساكين وتلمس حوائجهم، وعلى الخروج جماعات إلى المصليات، ويعني أداء من يعقل منهم أن يؤدي أيضا الصلاة وأن يحضر الخطبة، وأن يعرف للمسلمين أقدارهم ومنازلهم، وأن يراعي حرمات المسلمين ومجتمعاتهم، وأن تغرس فيهم. ما أحوجنا اليوم إلى أن نغرس في نفوس أطفالنا إلى أن كل أهل لا إله إلا الله، كل أهل القبلة إنما هم إخوة. قد تتعدد مذاهبهم لكنهم كلهم من أهل القبلة، كلهم يندرجون في قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. فنوسع لهم مداركهم وننتهز فرصة هذه الأعياد، وأنه متى ما أن نغرس فيهم أيضا أنه متى ما تنقص الواحد منهم من شأن أخيه فإنه يتنقص من شأن نفسه ومجتمعه وأمته، وأنه متى ما عز أحد في أمته أو مجتمع من المجتمعات فإن ذلك يعود بالنفع والفائدة على الأمة بأسرها. فنغرس فيهم معنى هذا الاتحاد والتعاون والإخاء، ومع كما قلت يعني من مع مزج ذلك كله بمشاعر الفرح والاستبشار وإدخال السرور عليهم والتوسعة في النفقة عليهم، ويعني الالتفاتة بحسن معاملتهم في مثل هذه الأيام. الموضوع الثاني ما يتعلق بالفرحة، ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر رضي الله عنه: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. ما هي الفسحة التي يطالب المسلمون أن يظهروها في أيام العيد لتعبر أو لتكون رسالة للآخرين؟ هذه هي الفسحة، الفسحة أن هذا الدين لا رهبانية فيه، وأنه يعنى بما يوافق فطرة هذا الإنسان، وفطرة الإنسان فيها مكونات من عقل وعاطفة ومشاعر ووجدان وروح وجسد. فجاءت أحكام هذا الدين موافقة لهذه الفطرة،
ملبية لهذه المطالب باعتدال وبمنهج قصد وسط. فهذه هي الفسحة التي يشتمل عليها ديننا. هذا هو معنى فقه ترويح القلوب في هذا الدين، وتجديد الهمة وبعث النشاط والإقبال على الله تبارك وتعالى بالطاعات والعبودية الخالصة، وبالالتفات أيضا إلى مطالب هذه الحياة الدنيا وإلى مطالب الجسد وإلى احتياج هذا الإنسان إلى ما يروح له قلبه ويبعث في نفسه مزيدا من الإقبال على الخير وعلى المحبة وعلى الطاعة وما سوى ذلك من المعاني الإيمانية والاجتماعية الفردية والمجتمعية. نعم، هناك موضوع آخر فضيلة الشيخ، ولكن نطرقه إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل لنكمل أيضا ما يتعلق بالعيد وما بعد العيد. أعزائنا فاصل ثم نعود إليكم بعده بإذن الله. سؤال أهل الذكر جاء فيه عن جهل شفاء، وهو نور من منار يملأ القلب ضياء. سؤال أهل الذكر جاء فيه عن جهل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به هو لك، هو خير لك، وهو أمانة ستسأل عنها يوم القيامة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أن ننزع كل خليط ما لا ينتمي إلى الفطرة، فإذا وصل الإنسان إلى هذا المستوى صار إنسانا مخلصا. هذه وصية عظمى، أن لا يكون الإنسان مشركا بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي تكفل بشؤون العبد. من هم يا ربنا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والمطلوب من العبد أن يتفكر وأن ينظر في هذه الآيات وسيكتشف ما فيها من الأسرار. سؤال أهل الذكر جاء فيه عن جهل شفاء، وهو نور من منار يملأ القلب ضياء. مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى في حلقة خصصناها اليوم في آخر أيام هذا الشهر المبارك عن العيد وأحكامه وزكاة الفطر وما بعد العيد أيضا. كل عام وأنتم بخير. فضيلة الشيخ، نعود مرة أخرى لمناقشة هذا الموضوع فيما يتعلق بالعيد، وهذا السؤال ربما يعني نحتاج إليه كرسالة منكم أيضا إلى العالم الإسلامي الذي يخوض حالة من الصراع التي تسلب الفرحة من الكثير من العائلات والأطفال. مناطق التوتر ونزاعات في عالمنا الإسلامي لا يبدو أن أمدها قريب، فيعني هذا يجعلنا ونحن أيضا نحتفل بهذا العيد نستذكرهم. هناك أطفال، هناك عائلات كثيرة مسلوبة فرحة العيد، ماذا تقدم لهم من ما يتعلق بالتفاعل في يوم العيد والرسالة التي توجهها لهذه الدول أيضا؟ أولا يعني لا ريب أن العاقل يأسف لما يصيب المسلمين اليوم من نكبات وزلازل، لكن لا بد من قول الحق. فلي هنا بعض نصائح، وظني أنها إذا صادفت قلوبا واعية أن الحال يمكن أن يتغير. فأقول أولا لأهل العلم الشرعي والدعاة والوعاظ، أوقفوا فتاوى الدم لأن رائحتها صارت منتنة، أزكمت الأنوف. كان كبار العلماء يتهيبون من الخوض في الدماء، واليوم نجد أن من يحسبون أنفسهم أنهم من أهل العلم وهم ليسوا كذلك، لكن ما أشد جرأتهم على الدماء، فيظهرون حتى في القنوات الفضائية، سبحان الله، يطلقون فتاوى بإباحة الدماء
وإزهاق الأنفس. نعم. بالجملة وبلا ورع وبلا حسبان للعواقب. سبحان الله. فالخطوة الأولى، وفي هذا تذكير لنفسي ولإخواني جميعا وطلب من مشايخنا وعلمائنا ودعاتنا ووعاظنا، نقول بارك الله في جهودكم، لكن أوقفوا فتاوى الدم. نعم. هذه الفتاوى التي تبيحون بها، أوقفوا تبيحون بها دماء الأبرياء بتبريرات وتسويغات لا وزن لها عند الله تبارك وتعالى، وستحاسبون على كل قطرة دم. أوقفوها اتقاء لسخط الله عز وجل وطلبا لمرضاته. نعم. والنصيحة الثانية لأهل الحكم وأهل القرار، أوقفوا أحكام الإعدامات. صحيح. فإنها هيجت الناس وولدت فيهم من مشاعر الاحتقان والغضب ما لا يخفى، وهي من الأسباب التي أفضت أيضا إلى ما تقدم من فتاوى الدم. صحيح. فإن الحدود تدرأ بالشبهات، ولأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة. وعالجوا أوضاع مجتمعاتكم بالحكمة وبعد النظر والبصيرة وبانتشال أولئك المغرر بهم من هذا الواقع المرير الذي يعانونه من شبابنا وفتياتنا. أحضروهم إلى ما يتمكنون به من البناء والتفقه تفقها صحيحا، تفقه العلماء الورعين الراسخين في العلم، وافسحوا المجال لحقوق الناس وحرياتهم. أما أن يظل الحال هكذا فإنه لا ريب سيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء ومن العنف والغلو والتطرف. صحيح. لا مصلحة لأحد في مثل هذه الأوضاع. وأقول لإخواني من عامة الناس، لا تدخلوا أنفسكم فيما تجهلون، فالله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. ما أحوجنا إلى أن نتثبت، إلى أن نتبين، ما أحوجنا إلى أن نكون أعوانا على إطفاء الفتن. صحيح. لا على إشعالها. اليوم ما إن يأتي خبر قد لا يكون صحيحا إلا وتجد أن الناس، كل الناس، الجهال قبل المتعلمين وقبل المثقفين، تجد أنهم كل يدلو بدلوه. نعم. لإشعال فتيل الفتنة. صحيح. ولزيادة الجراح نكاية، مع أن السكوت أوسع لهم، بل الواجب في حقهم السكوت، لأن الذي يتلقونه إنما يصل إليهم إما عبر وسائل مشبوهة أو من خلال إعلام موجه، أو أن الصورة غير مكتملة ولا هي بصحيحة ولا بموثوق فيها، وإذا بهم بعد ذلك يذكون فتيل المذهبيات والطائفيات والعصبيات بتعليقاتهم، بمشاركاتهم، بمداخلاتهم المكتوبة أو المسموعة أو غير ذلك. الواجب على عموم الناس أيضا أن يقفوا عند حدودهم، وأن ألا يزيدوا الفتن اشتعالا، بل أن يسعوا إلى إصلاح ذات البين. أيضا في أمثال هذه المناسبات، ومن الواجب أن نقول ذلك، لأنه مما أفضى إلى مثل هذه النتائج، هذا الاستقطاب المذهبي. نعم. الاستقطاب المذهبي أو ما يعرف بالتبشير المذهبي أدى إلى كثير من شحن النفوس بالعداوات، وأدى إلى ردات فعل عنيفة. ولما كل ذلك؟ هل ستتغير طبيعة المذاهب الإسلامية بعد كل هذه القرون؟ وما الذي سيضاف إذا ما دخل في مذهب من المذاهب أفراد، عشرات أو مئات؟ نعم. هذه الأيام دول، والله تبارك وتعالى يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. والواجب أن نتجاوز هذه الاستقطابات المذهبية الحادة. نعم. التي لا تؤدي إلا إلى مزيد من الفتق في وحدة هذه الأمة، وأن نتذكر أن الله تبارك وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم. أن ننظر في الجوامع المشتركة
وأن نتذكرها وأن نعززها وأن نغرسها لدى ناشئتنا. صحيح. أما أن نسعى تجد الواحد غير متدين أبدا ولا يهمه شأن الإسلام ولا أن يتنقص من شأن الإسلام، إلا أنه إذا ما أتى إلى قضية مذهبية فهو من أشد الناس تعصبا لذلك المذهب. صحيح. وإذا بهم يخوضون مع الخائضين في إذكاء هذه العصبيات المذهبية. الأصل في هذا التنوع المذهبي أن يكون سببا للرحمة والسعة والتعدد المحمود. نعم. لا أن يكون سببا للشقاء وسبب ولا أن يكون سببا للعداوات، ويولد بعد ذلك ما يفضي إلى التفسيق والتبديع والتكفير في قضايا فيها سعة. نعم. وهذه تؤدي بعد ذلك إلى إباحة الدماء وإلى التفجير. أيضا ليتنا نقف عند قول الله تبارك وتعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. فمن أتى جرما أو جناية فإنه يحمل وزرة، ولا يصح أبدا في شرع الله تبارك وتعالى ولا في نواميس العقلاء من البشر. نعم. أن يحمل الأبرياء جريرة جرم ذلك الفاعل. صحيح. فكيف يقتل الأبرياء لأن واحدا ينتسب إلى قوميتهم أو كما يقال إثنيتهم أو إلى مذهبهم ارتكب جرما فيحملونهم، وإذا بهم يعني تزهق نفوسهم تزهق أرواحهم. نعم. لأن واحدا ينتسب إلى وطنهم إلى أرضهم أو إلى عرقهم أو إلى مذهبهم ارتكب جناية ما في بلاد من بلاد المسلمين. نعم. يعني هذه من الكوارث. صحيح. الحاصلة في واقع هذه الأمة، وتجد أن من الناس من يسوغ مثل هذه الأفعال. نعم. مع أن الأصل أن يتحمل جريرة الجريمة أن يتحملها فاعلها فقط. نعم. وأن يكون أخذه بالعدل أيضا. فالله تبارك وتعالى يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقال: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. قال: الحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فيما يصح فيما يعني القصاص، المساواة في القصاص عند أهل العلم لا يصح أن تكون مثلا من قذف آخر في أبسط صورها، فلا يصح له أن يقذفه. نعم. وإنما يمكن أن يرد عليه بأنه كاذب، لكن لا يصح له أن يقذفه. نعم. لأنه سيتعدى إلى عرضه، هذا. نعم. لا يصح شرعا، هذا في كلمة. نعم. فكيف في مال؟ كيف في دم؟ إذن لا بد أن نقف عند هذه الحدود. صحيح. وأن أن نرعوي من هذه الاستقطابات المذهبية ومن التبشير المذهبي، ونعد أنفسنا منتصرين حينما نغنم أحدا دخل إلى مذهب من المذاهب. هناك كثير من الحيارة، هناك كثير ممن لا يعرفون شيئا من الإسلام أبدا. نعم. فلما لا نوجه جهودنا إليهم وهم بحاجة، حينما يتعرفون على هذا الدين وعلى محاسنه ومزاياه. نعم. يتحولون إلى طاقات فاعلة بناءة. إذن هذه بعض المعالم التي نحتاج إلى التذكير بها في مثل هذه المناسبات وفي مثل هذه الأحوال، حتى نأخذ منها ما نصحح به أوضاعنا وما نخرج به من مثل هذه المآزق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا وبهؤلاء أيضا المنكوبين والمحرومين جميعا في كل بقعة من بقاع هذه الأرض. آمين آمين يا رب العالمين. مشكور فضيلة الشيخ. إنما يبقى معنا سؤال أخير نحتاج فيه دقيقتين فقط لأن الوقت انتهى. النفس بعد رمضان قد تجد نوعا من الراحة الذي تعبر فيه ربما عن الشكر لأنها أدت عبادة قاطعت فيها لذائذ مختلفة، لكن قد تستغل النفس هذا الفتور لصالحها ويدخل فيه الشيطان. هل هناك ما شرع مما يستبقي حالة الإيمان دائمة عند المؤمن؟ أولا الجانب المعنوي. نعم. فالله تبارك وتعالى حينما قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم. فهذه من المحفزات لبقاء مداومة العبادة. نعم. فالله عز وجل قال: ولتكبروا الله على ما هداكم، فتعظيم الله عز وجل في النفوس. نعم. وإذا ما عظمنا ربنا جل وعلا في نفوسنا عظمنا شعائره التي افترضها علينا. نعم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. على ما هداكم،
ولتكبروا الله على ما هداكم. فلنتذكر أننا بحاجة إلى الاهتداء بما جعله الله سبحانه وتعالى معالم هدى. فنحن بحاجة إلى أن نسلك بأنفسنا في سبيل الصراط المستقيم، في سبيل هدى الله تبارك وتعالى ونوره المبين. وقال ولعلكم تشكرون، أن نتذكر دائما أن من حق الله تبارك، من ألزم الحقوق لله عز وجل علينا أن نشكر له جل وعلا، وأن نشكر له نعمه التي أنعم بها علينا مما لا يعد ولا يحصى. ولذلك لننظر أيضا ما هي المحفزات التي دفعتنا إلى العبادة وجعلت نفوسنا أقرب إلى الله تبارك وتعالى في رمضان. العبادة نفسها وهي الصيام، القيام، قراءة القرآن، الدعاء والضراعة إلى الله تبارك وتعالى، مواساة الفقراء والمساكين، الشعور الجماعي بأداء العبادة وأننا ننتسب إلى أمة. كل هذه المعاني لا بد أن نستلهمها معنا هذه من أوضح دروس الصيام. إذا ما استحضرناها فإنها ستعيننا على مداومة الطاعة. مع ذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح لنا أيضا من السبل حينما قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. هذه من النوافل التي تدفع في نفس المسلم الرغبة على المقابل على المداومة على طاعة الله عز وجل ولو بالقليل من الأعمال. فإن الأعمال يعني أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، نهنئكم بعد هذا الكلام الطاهر وهذا الكلام الطيب العيد السعيد، ونسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعليكم بكل خير. هنأكم الله بكل خير، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالحات الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة علينا جميعا بالأمن والأمان والخير والرشد والهدى، إنه تعالى على كل شيء قدير. آمين. شكرا لكم على هذا العطاء. أكرمك الله. أعزائنا أيضا نزف إليكم هذه التهنئة بالعيد السعيد، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل خير وهي ترفل في الصحة والسلامة وقد صححت أوضاعها وعادت إلى ربها. نشكر وإياكم في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة، كما نشكركم على حسن متابعتكم ونقاكم بحول الله تعالى في حلقات أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال أهل الذكر جاء فيه عن جهل شفاء، وهو نور من منار يملأ القلب ضياء. سؤال أهل الذكر جاء فيه عن جهل شفاء، وهو نور من منار يملأ القلب ضياء، يملأ القلب ضياء. يبعث الآمال فينا مثل أرض وهو ما من فكر شيخ ثابت الخطو سما، نرشف اللحظات علما وسلوكا ونما، نرشف اللحظات علما وسلوكا ونما.